دكتور حسن مدرس. دكتور حسن اهلا دكتور. نتكلم عن الارضيه والحول. دول حضرتك الصحوت هنا ودول الناس دول سيادتك الناس. وطبعا كام هو؟ شوف يا احمد ادخل تمام يا احمد. عندنا ثلاث ايام يا فندم، منهم اثنين عشار ان شاء الله حبايب معهد مرصاد الهرم جالنا، و اثنين عشار سيادتك، وفي واحده 10 الله امان ماشي قوي تمام سيادتك، وفي واحده على وشك الولاده. نعم فندم. عندنا صغيرين ثلاثه. هاك البيبي ما بقاش بيبي بقى حضرتك خلاص كبر بقى الناحيه الثانيه بقى حضرتك ما شاء الله دلوقتي. اه امال ايه هم اللي واقفين هناك دول؟ اه حضرتك احنا منتظرين ولادات بقى البيبي الصغير كمان ان شاء الله. في 12 السنه دي ان شاء الله حضرتك حاجه فضل خلاص المفروض تولد النهارده بكره. نور حضرتك البيضه. لا 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 البيضه دي البيضه البيضه البيضه. بص حضرتك الدرع بتاعها هتلاقيه منفوخ وراجع لورا. ايوه وسيادتك اه دي بص على كده دي كده الضرع ابتدى يتنفخ ويبقى جاهزه للولاده. الجزء ده كله بيرجع ورا تبقى جاهزه كده للولاده. يعني كده ان شاء الله باذن الله يعني خلال الشهر ده في الشهر ده ان شاء الله في ولاده باذن الله كده باذن الله. ولا كلمت شات دي ما تجيبهاش بشرى كتير يا فندم. انت التغذيه في شهر اللي هتولد السباعي هي بس عليك عشان خاطر اتمنى بس على العدد يا حضرتك بتبقى فيه بس قلق شوف العدد يا شايد يا فندم كمان عايز اشيل بص يدك ايه يا بنت يا استاذ محافظ خالص خلاص الحمد لله ساتر كده شوف لبن يلا محمد حط يا محمد الكبسار بص عليك بكل هدوء كل هدوء مفيش اي حاجه من اي عمق في اي حاجه خالص بلس ان شاء الله بيبان بس طبعا عشان خاطر هم في قلق بس في قلق بس لا 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 في قلق في قلق انما انما سيادتك من ساعه ما تشرفنا باوامر سيادتك والجمال اتنقلت هنا وهي بتاخد التغذيه السليمه. طيب احنا دلوقتي جيب لي تمام يا كابتن احمد عشان خاطر ايوه فندم الانجمال. انا مش عايز اقول لحضرتك يعني ان شاء الله باذن الله على العيد الكبير يمكن نغطي بطوله الصيد كلها من اللحوم. تغطي بس تغطيها على اساس ايه؟ استنى يا فندم الموضوع مش تغطي المحافظه كلها؟